السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم يعني سلطة أو مجموعة من المقبلات اللي حضرتها غير داكشي اللي كان عندي في الفريغو، يعني نقدر نقدموها للضيوف ديالنا أو العائلة ديالنا. وتفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. بسم الله على بركة الله، هنا عندي البسباس اللي ضفت لي شوية ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملح. يعني غادي نحطرو هنا بسباس صوتي، غنبقاو نحركو هكذا في المقله حتى غادي تعسل لينا، كيجي معسل وكيجي لذيذ بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوه. وهنا غادي ندوز باش غادي نوجد هنا لي فيغين، هاد الشوفلور نورمالمون كنطحنو مع الجبن. هنا هاد النهار بما انني غنحضر غير داكشي اللي كان عندي في الثلاجه، يعني ما كاش عندي الجبن، حضرته غير زيت الزيتون والبصله مشحره وشويه ديال الفلفله حاره والملح صافي. وكطحنوه وكتزيدوا ليه الجبن مني الى كان عندكم. وهاد الشوفلور راني بخرته بالطريقه اللي كنت شاركت معكم الفيديو السابق. هنا غادي ندوزو باش غادي نحضروا الجزر، حتى هو مبخر بنفس الطريقه. هنا عندي فص من الثوم، غنزيد شويه ديال الملحه شويه ديال الفلفله الحاره والملح، وغادي نزيد كذلك واحد نصف عصير ديال البرتقال، وممكن نضيفو حتى يعني القشره ديال مبشور يعني البرتقال، كيجي حتى هو لذيذ بزاف. وكنزيدو هنا زيت الزيتون، نسيت ما صورتوش يعني حتى من بعد عاد تفكرتو مني ديتها نطحنها، يعني كتزيدو ديك ثلاثة ديال المعلقات وكطحنوه، كيجي لذيذ 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 بزاف هاد الفيغين هادي. ولا بغيتو يعني ممكن تزولو البرتقال وتضيفو في بلاصتو الجبن. هنا عندي صلصة الطماطم، يعني دائما كتسولوني على الصلصة اللي كنستعمل، هي هذه دائما كنحضرها هكذا ديال يومين ولا ثلاثة ايام ولا بعض المرات غير في النهار، يعني كناخذ هاد المطيشه الطويله دائما كنقطعها على زوج. هذه للاسف كانت باقا شويه يعني باقا ما ولاتش حمراء مزيان، صافي كنخليها طيب هكذا، يعني ما كنزيد لها انا لا ملح لا توابل لا حتى حاجه باش نقدر نتحكم فيها كيف ما بغيت. ومن بعد كنصفيها صافي، من بعد ما كيف ما شفتوا معايا يعني طحنتها وصفيتها كتولي على هذا الشكل. وملي كتكون ديك مطيشه يعني طايبه مزيان حتى كتولي حمراء مزيان، راه كيكون اللون ديالها احمر. هنا غادي نوجد القرعه بمطيشه. هنا ضفت شويه ديال الزعتر شويه ديال الملح. من بعد الا بغيتوا تزيدوا مازال تركزوا هاد المطيشه راه كتزيدوا تطيبوها شويه. هنا زدت شويه ديال الهريسه، ضروري شويه ديال الهريسه اللي كنت شاركت معكم من قبل حتى هي. وهنا عندي الزنجبيل الطري، ممكن تستعملوا الزنجبيل اللي مجفف. وزدت شويه ديال التحميره او فلفل فلفله حاره، وزدت هنا الفلفله عفوا حلوه. وهنا زدت شويه ديال القزبر والمعدنوس ومعاه حتى الثوم. هنا بالنسبه للقرعه يعني شويتها شويه في الفرن صافي، داكشي باش غادي نضيف كلشي في مره. يعني الا كنتو ما شاويناهاش في الفرن كتبداو بالقرعه هي الاولى تسوطيوها في زيت الزيتون، عاد كتزيدوا ليها يعني صلصه الطماطم اللي كطيبوها بوحدها. صافي كنشحروها وكنخليها على جنب. هنا غندوز باش غادي نوجد واحد يعني الصلصه، هاد الصلصه هادي اللي تقدروا ترافقوا بها يعني الخضر اللي كتكون طازجه، يعني كتكون طريه طازجه يعني ما كتكونش طيبه. هاد الصوص هادي كتجي لذيذه بزاف. عندنا عصير البرتقال مع معلقه ديال العسل وشويه ديال زيت الزيتون. عصير البرتقال ممكن تعوضوه بعصير الحامض. وهنا غنزيد واحد شويه ديال الفلفله حاره باش غنرفع ليها يعني في المذاق ديالها، راك عارفين بان الحلو والحامض والملح يعني الا تخلطوا هاد المكونات هادو كيعطيو واحد المذاق رائع جدا. ممكن الا بغيتو تزيدوا واحد الطريف يعني صغير ديال البصل، كتحكوه وكتزيدوه.
هنا غادي نزيدو الباربا كيف ما شفتو معايا، يعني زدتها السلغي، هذاك الابيض هو السلغي يعني جدر ديال الكرافس، وهذه الباربا محكوكه. هاد الباربا محكوكه، الا بغيتو تقدروا تزيدوا ليها التفاح محكوك او البعويد محكوك، مهم على حسب الذوق ديالكم. صافي انا استعملت هنا الباربا بوحدها كيف كتشوفوا، يعني حتى الجزر يعني محكوك حتى هو. صافي يعني كلهم بهذه الطريقه هذه كيبقاو حتى مزيانين، يعني اللون ديالهم كنحافظوا عليه. هنا العدس بنفس الطريقه، يعني دائما كنرقدو انايا، هذه المره راني مرقداه ليله كامله، كيبقى اللون ديالو زوين وكيبقى كنحافظوا على الحبه، يعني الحبه كتبقى على اختها، يعني كيف ما كتشوفوا يعني الحبه كتبقى صحيحه وما كيتعجنش، وكياخد لينا غير 5 ولا 10 دقائق في الطياب، يعني ما كياخدش بزاف. لو بغيتو يعني تحضروا على شكل سلطه ضروري ما ديروا لي هذه العمليه ديال الترقاد. كيف شفتوا راني زدت من الصلصه وزدت شويه ديال الفجل، شويه ديال القزبر والمعدنوس مقطعين مع شويه ديال الثومه، وهاد السلطه هذه وزدت هنا شويه ديال الطماطم. بما ان هذاك يعني العدس كيكون شويه حرش، يعني دائما زيدوا ليه هكذا شي حاجه رطيبه بحال المطيشه بحال الفلفله الى اخره. هنا غندوزو باش غادا نوجدو واحد صلصة اخرى، يعني غادا نحطوها هكذا اللي بغا اللي بغا يتناول بها يعني هاد الخضر هادي. هنا معلقه ديال العسل، شويه ديال الفلفله حاره، وهنا عندي ياغورت ديال الماعز، ولكن ممكن تستعملوا ياغورت ديال البقر الا بغيتو، يعني ممكن نستعملوا اي ياغورت حبيتو، غير هو يكون بدون سكر. وهذه حتى هي كتجي مع البصل المقطع رقيوق، يعني قطع صغيره. هنا زدت شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت الزيتون، ممكن تزيدوا كيف شفتوا يعني نصف عصير حامضه، ممكن تزيدوا حتى لا سيبولات مقطعه. وبما ان قلت لكم يعني داكشي اللي كان عندي في الثلاجه، يعني ما كانش عندي لا سيبولات، انا دغيا كنقادي هذيك لا سيبولات لانها كتبنن. صافي وهي السلطه ديالنا كل شيء وجد. دابا غادي نوصلوا للطريقه ديال التقديم، يعني قدمت هنايا هاد المملحات شاركتهم معكم الفيديو السابق، حتى هما حضرتهم بداكشي اللي كان عندي في الثلاجه، غير هما حضرتهم حشوه اللي مولفه كنحضرهم. هنا بالنسبه هذيك السلطه ديال القرعه، يعني هذه معروفه، يعني كل واحد كيحضرها بالطريقه ديالو. صافي هنا عندي القوق اللي قطعته على 4 على 2 عفوا، وسلقته في شويه ديال الملح وشويه ديال الحامض، كيجي متبل يعني غير بهذه الطريقه هذه، وعمرته هو بهذيك السلطه ديال العدس. بالنسبه للسلطه ديال العدس راني شاركت معكم بزاف ديال الانواع، راه كاينه في القناه. صافي وهنا ديك الصلصه وهذاك البسباس اللي مشحر يعني صوتي. صافي يعني المنظر ديال السلطه كيجي على هذا الشكل، يعني بداكشي اللي كان عندي في الثلاجه، يعني ما شريت شي حاجه خاصه باش نحضر هذه السلطه هذه للضيوف اللي نقدروا نقدموها للضيوف ديالنا. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه المجموعه من المقبلات وتنال الاعجاب ديالكم، والى وصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.